صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. من الطبيعي والمفترض ان الشباب هم اساس نهضة المجتمع والقوة اللي بتدفع الوطن علشان يوصل الى لازم تتواصلوا مع الكبار اصحاب الخبرة لان الجيل القديم لازم يضم الجيل الجديد في حضنه. لازم تستفيدوا من الوقت اللي بتضيعوه في حاجات واشتغالات ملهاش لازمة. اهتموا بالكتابة والقراية اللي هتعلي دماغكم وتخليكوا شباب فاهم وواعي مش شوية عيال مطيرة. ولازم تجتمعوا على هدف واحد، تتعبوا وتشقوا وتجتهدوا عشان تحققوه من أجل مستقبل مشرق، مستقبل مليان بالسعادة والمتعة والانسجام والرفاهية. لازم تتواصلوا بمبادئ وقيم محترمة، لكن لو فضلتوا منفضين فإن نقوص الخطر يدب ولا دب. كنا نتحدث في المحاضرة السابقة عن أن نقوص الخطر يدق، بمعنى أن مادة المشكلات الاجتماعية ليست بالمادة الثابتة، فمما لا شك فيه أننا نمر الآن بمرحلة من التغيرات الاجتماعية الخطيرة التي لم يشهدها المجتمع من قبل. فمنذ سنوات قليلة مضت كنا لا نسمع عن التحرش الجنسي. هو فين التحرش ده؟ في بلانينا احنا لاقين حد يتحرش بينا. اتفضلوا اطلعوا بره كده برضو. طب انا زعلان منك، باي. Cuando te veo, comienzo a besarte y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos suavemente. Bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente. Ese coro, bésame, es la cosa. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. ¡Ay, Dormella! ¡Abrimi! ¡Abrimi! عامل ايه؟ الحمد لله. اخبار المزز ايه؟ حلاوه. شايف المزتين اللي قاعدين قصادك هناك دول؟ يا ابن اللعيبه. ايه؟
قريشي ده؟ إنها أنجز الجواري يا سيدي. إذن فيا الحرب. نعد الخيل ونسن السيوف؟ نعم، ولنذهب بهم إلى خيمتي بحدائق الأهرام. طب وماذا نحن بفاعلين؟ سنحرر الجواري. كده ليه؟ واحنا بعتنا للسباك. هجيب السباك يصلح النور. انت سكرتي ولا في ايه؟ امال يعني هجيب كهربائي؟ انا مش شايفه حاجه. طب خدي بالك بقى لا تتخبطي في حاجه، ماشي؟ انا مش قايل لك تاخدي بالك، اديكي وقعتي اهو. هاتي ايدك لما اقول. الشجرة دي طلعت امتى؟ دي ما كانتش هنا الصبح. ايه الليلة السودا دي؟ يا بنتي ما تزعيش فيا كده. انا خايفة قوي. طب ما انا خايفة اكتر مني. انا خايفة اكتر مني. يا نهار اسود. ايه في ايه؟ السلم ده ما كانش هنا الصبح برضه. يا عم الفيلا كلها ما كانتش لسه اتبنت الصبح. ابدا بقى وخلصنا. مش راضي يفتح. ده مفتاح العربيه. امال مش راضي يفتح ليه؟ انت سكرتي ولا في ايه؟ طب جرب كده الريموت. ايه ده؟ انتوا مين؟ وبتعملوا ايه هنا في فيلتي؟ بابا؟ ها؟ انت عجزت كده ليه؟ ده انا سايبك صغير الصبح. هو انت يا جار الهنا ولا مملي عصابه وجاي تهجم عليا في رصاص الليالي؟ دول صحابي يا بابا. انا مش ابوك. ايه؟ يعني انا ابن حرام؟ وجئت لا اعلم من اين ولكني اتيت ولا ايه؟ يا عم اتيت وانت قاعد شويه. ده محمود بجارك. ممحون بجاري؟ ممحون في عينك قليل ادب، هتمشي ولا اجيب لك البوليس؟ لا يا عم بص والله احنا غلطنا في الفيلا. انا عارف يا بريئه انك انت بريئه. انا عارف الذنب كله على اللي مترباش ده. خش جوه. يلا حصلي زميلتك جوه. خش. انا عارف انت بريئه. البابا قال. طب يلا بينا احنا ولا ايه؟ احنا هندشدش الباب ده على اللي فيه. هما فين؟ امسك. يا استاذ ممحون. يا استاذ ممحون باشا. استاذ ممحون ممكن البنات؟ ده الجيران اللي بعديها مش كده. يا استاذ ممحون دي الجيران اللي بعديها مش كده. مش هتاخد الجوزه طيب؟ شكلهم هيطولوا. ايه دي؟ دي الجوزه. زي الفل. دوع العسل. زين جميل. ابو تعالوا. تمام قوي. لا والباب مفتوح لوحده. ده انت ليلتك سودا النهارده. يلا. ايه يا بنت في ايه؟ خايفه حبك. حب ايه؟ ده انا اعرفك من نص ساعه. ما انا اي حد بيحضني ويبصني بحب. ده انت حبيتي بقى مصر كلها. بقول لك يا بت انا ما بحبش الصوره دي. يعني بحب البنت اللي تكون صعبة شوية. يعني أول ما تشوفني تطلع تجري أو طالع أجري وراها. أشدها من الفستان يتقطع. أبص أنا بقى ساعتها يعني أحسسيني كده بشوية مرمطة. ده
انا همرمطك. انا اللي همرمطك. خد يالا هنا يالا. ايه ده؟ مين اللي جاب صورة الست المجنونة دي هنا؟ ولا مين دي اللي مجنونة يا بنت المهبوش؟ دمي. هو انت امك بقى تبقى سوسن مبادئ؟ سوسن مبادئ؟ ومصدعانا بمحاضرات المبادئ والقيم والاخلاق وفي الاخر تطلع ام تايجر المنحرف. طب احترمي نفسك يا حيلة امك، انا امي ست محترمة وربتني تربية محترمة، ولما تخشي بيت العيلة المحترم تحترمي نفسك وتبقي محترمة. ايه ده؟ نزلت الاحترام. طب يلا يا صالح اللي فيها، يلا يا حبيبتي بره، يلا عشان تحاول المحاضره بدري، يلا يا حبيبتي، يلا يا اخي، يلا. ليه كده بس يا مان؟ في حد يرفض النعمه يا مان؟ انت سكران يلا ولا ايه؟ لا. تعالى معايا. ايه رايك في اللون ده؟ وعلى فكرة أنا جاهز بس الفترة معدودة، تلحقيني ما تلحقينيش. لا لا لا، أنا ماليش في الألوان والمقاسات دي، أنا ليا في دي. ده اليوم الأسود ده، أسود في أسود كتير. على فكرة الأسود والسيلفر أحلى الألوان. آه، على أساس إن إحنا عريشين عربية. أجيب لك واحد أصفر وتبقي تكسب عاصمة؟ أنا كل لبسي أسود، في مانع؟ لا مانع إيه؟ ربنا ما يجيب موانع خالص يا ابني. لا دي ادعي لي ياما. لا 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 ما فيناش معاك. أنا دمي حامي شطة مولع. آه ما حبش النبي إزاي. هو بيتكم مسكون بعفايد من شارع الهرم ولا إيه؟ قولي لا، هو اللي بيحصل كده شوية. حبيب قلبي. ما تجيبي بوسة. صوت حد تحت حسين يكون ابنك جه؟ ابني؟ لا اطمني، ابني بيبلبط في اسكندريه، هو بيبلبط هناك واحنا هنختص هنا. انت بتختص لحد فين؟ انا بجيب الاعمار. انا ابويا اتهطل على كبر. الصوت ده بيرسلها من تحت الناس. ابني اغرق اغرق اغرق. يا نهار اسود يا ابني. ايه انا عمي مات؟ انت قلبت غوريلا ولا ايه؟ الشعر اللي بصدرك ده في ايه؟ عمي مات. ما قاليش. ما قالكش ايه؟ بقول لك عمي مات، اخوك مات يا رشدي وانت قاعد بتشوي هنا. اشوي ايه؟ ده هي اللي جايه محروقه. اخويا مات يا بنت الفقريه، فوتي عليه بالاسود اللي انت لابساه ده. انا رقم 010 والباقي كله حايد. اشوفك بعد الاربعين يا عم. اخوك مات. طيب مات. عرفت انه مات واللي انا باصي وادينا اهو حزين اهو. عمك اللي في الصور ده شبه عبد الحليم قوي. انت حمار يالا، ده عبد الحليم. ما انا عمي كان عازف ناي في فرقته. امك جايه ليه؟ معرفش. ازيك يا ماما؟ اهلا يا حبيبي. انت عرفت ازاي؟ من عبد الرحيم سكرتير المرحوم، فيه الخير عنكم. ماما جو صاحبي الدكتوره سوسن. سوسن مبادئ. اخلص معاهم. جو ده اسمك في البطاقه؟ لا انا اسمي في البطاقه رجب عبد الصمد رجب. وبتشتغل ايه يا رجب؟ انا طنط اتخن دي جي في مصر. عبد الصمد ودي جي؟ طب تيجي ازاي دي؟ ايه اللي انت جايباه معاكي ده؟ مش ده صاحبك؟ اه صحيح. اه يا ربي. اه خلصت؟ اه سعيكم مشكور. مات صاحب الهي الحزين وساب جوانا جرح أليم. ماتت الرومانسية من بعده، من بعده ماتت الرومانسية. هو ده ماله خشب كده؟ ده اللي فضل منه يا بابا. أخوك المرحوم ساب وصية مع جاد الرب المحامي
وجاد الرب جاي بكره ان شاء الله من البلد، وبعد العزاء هيفتح الوصيه في حضوركم وحضور الدكتوره سوسن. وبمناسبه ايه الدكتوره سوسن تحضر فتح الوصيه؟ مش كفايه خلعتني وطردتني من البيت؟ علشان انت راجل هلاس وعلمت ابنك يبقى زيك يا راجل يا موبوء. لا ارجوك سيبهولي، اصل المرحوم معلمني اعزف عليه علشان لما هو يموت نايو ما يسكتش ابدا ابدا. انا ارتبطت بيه عاطفيا. بالمرحوم؟ لا بالنهائي. خده، انا مش عاوزه. انا شخصيا ماشي مع طبله، بس طبله ايه؟ طبله طبله. ها المقرئ ما جاش ليه؟ زمانه جاي. ايه الدخان ده؟ هيرصوا حجرين على روح عمك، ما انت عارف كان بيعز الجوز قوي. اروح انا اظبط الصوت ده عبال ما المقرئ يجي. اتكل على الله. ماشي. قال الله. قال الله. شدي حيلك يا دكتورة. شد على الله. اتفضلي حضرتك كرسي. اتفضلي. هاي ما تزعيش نفسك قوي يا تونت عشان الزعل يبقى انت جايت لي تحت عينيكي. موه تشاو تجعيد. علي يا ابني البيت شويه. ايوه فل قوي كده. هلو ايفريبادي بقى لله. شوف صاحبك ابن العبيطه ده، هو فاكر نفسه في الديسكو. هو لسه عمل حاجه، ده لسه هيسخن اكتر من كده. اه بنوازي وبنشاطر وبنعزي حبيبي وصاحب الضيقه، وبنقول له كلنا دايما دموع دموع يا جو يا حبيبي، يعني ميرسي على الكومبليمون اللطيف ده. عارف لو طلع نقطه هروح اقتله لك حبيبي. تقولنيش بحاجه يا اخي، الحبايه اللي انت جايبها لي دي مهرشاني قوي. اقدر اقول ده انا دماغي بتاكلني يا معلم. طب بقول لك ايه، معايا حاجه ثانيه. انت سكرت ولا ايه؟ ها مسكوته حلاوتك يا جدع. الواد ده جدع والله العظيم، الواد ده جدع. ده جدع. اه احسن لك روح سكته، يا روح اجيب لكم البوليس يقبض عليكم عشان حبوب اللي عمالين تنطوروها في الصوان دي. اجيب لك واحده معاها مصاريبه. هشوف لك لو ما لقيتش هات رغا جاك. ماشي. سمعت خبر وحش قوي. ايه؟ انت سبت الواد بتاعك ولا ايه؟ ايوه. كنت بقول لها ده دايما ما معوش ما يلزموش، هيصرف ايه في الحياه؟ دليله برضه كده. لم الحاجه بقى. لا لم ايه؟ ده انا لسه ما قلتش كلمتين على بعض، وبعدين الحبايه لسه ما اشتغلتش. امال مهرشه دماغ اهلي ليه؟ انت طفشت يا تايجر. ايه البتاع ده؟ ده الماي. وحدون عليا النعمه، الناس دي كلها مؤمنه. تفضل الله. مستعجل ليه؟ لسه السهره طويله. تفضل الله. المقرئ فين؟ انت هتوترنا ليه؟ مليله زي الفل. هارد لك يا انكل. انكل هارد لك. ليه خسرت الدوري؟ اقص عليك يا انكل. اقص على اللي جابوك. سعيكم مشكور. سوري يا انكل، ما بسلمش عشان انفلونزا خنازير. مين الخنزير ده؟ ده وائل. انا رايي تلم اصحابك توديهم على عزا الحريم. ما انا بعت واحد. قال الله. قال الله مرحوم سرح. وانت مش ناوي تسرح. مين ده؟ ولا اعرفه. اللهم طولك يا روح. طب ده شكلك متضايق قوي. بليز عيش اللحظه، ما تزعليش نفسك ولا هيجي لك هارد اتاك. ايه ده؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ وانت مالك وتقول لي انت ليه؟ الله، هو انت انتي ولا انتي انت ولا انت انت ولا انت مش انا داري؟ وانت مالك؟ وايه البلاوي دي؟ انا مش فاهم. ما تزعليش نفسك يا دكتور، احنا كلنا جو 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 جو. واوي 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 واوي. لا اله الا
جاي السرايا عندنا مش تقول. تديته ايه يالا؟ ما اديتوش حاجة، ده أول ما شاف البرشامة مات. المقرئ فين؟ الليلة العسل دي. عسل إيه؟ الناس بتموت أهي. مين مات؟ جاك. بقى لله، هو اللي عزمه مختار؟ يا أنا افتكرتك، أنت لسه ما لقيتش عزمه. هو اللي عزمه مختار؟ ده عزا ورثة أم مختار. طب ما قلتلكوش حاجة وحشة. لا خد راح فين؟ مدام جه تخش عزي. لا خلاص عندي ميعاد مش هقدر. خش. خش. مش هو ده؟ ده مسكين بقاله 7 سنين بيدور على عزا أم مختار. مش عزي! خد يالا! خد يا بسم الله الرحمن الرحيم. دورامي فاصل. دورامي ايه يا متر؟ انت هتغني ولا ايه؟ ما تنجش. الراجل نازل السلم براحته بدل ما يتكوم على وشه. لا لا لا، دي مش بتاعت السلم، دي اخر الحان المرحوم التي لم تظهر للوجود. الحمد لله، اهو ساب الوجود كله وقابل رب كريم. يلا يا استاذ جاد، اقرا الوصيه من فضلك. من عناية جزء 6. بسم الله الرحمن الرحيم. أوصي أنا سليم سلامة وأنا بكامل قواي العقلية بأن تقول كل ثروتي لابن أخي سليم رشدي اللي اتسمى على اسمه. الله أكبر يحيى العدل، الله يخليك يا عم وتولنا في عمرك. هو فين عمي عشان أبوسه؟ تبوس مين؟ الراجل مات. اقعد بقى. الوصية دي فيها حاجة غلط، هو يقصد لأخي رشدي، مفيش ابن. أصل أخويا كان بيفك الخط بالعافية، أنا عارفه. بص حضرتك يا بيه، مفيش غلط ولا حاجة، ربنا ما يجيب غلط. وذلك بعدة شروط، وهي نظرا لأخلاق سليم ورشدي التلفنة والبيضة. 1. أن يبحث سليم على بنت أصول ليس لها علاقة سابقة مع أي شاب، يعني محدش لمسها أبدا. بالعربي الفصيح كده نو تاتش. عندها تانية يعني ولا إيه؟ أو بالكهرب. يعني على الأصل دور يا محترم، مش من الكباريهات والديسكوهات والمواخير اللي بتسهر فيها. ده وقته، احنا في ولا في ايه؟ ايه يا عم الوسيله المنيله في 60 نيله دي؟ الاهم من ده كله بقى يا استاذ سليم انك تقنعها بالجواز. 2. مده البحث عن الفتاه لا يستغرق اكثر من 40 يوما، واذا لم يتم العثور عليها تؤول الثروه الى الجمعيات الخيريه ودور الايتام. فرحان بنفسك قوي يا اخويا. لا ده كده عاصي. اخويا جنن. ايوه اخويا مجنون، وانت السبب، انت اللي بوصيت مع اخويا، انت اللي كنت نبداله في اخر عيالك. لو سمحت بلاش غلط، انت عايز كل حاجه على الجاهز من غير تعب. تعب؟ هو حد يتعبني في حياتي كلها قدك يا متعبه؟ مش كفايه انك خلعتيني زي المسمار المصدي وفضحتيني قدام الناس؟ مش كفايه حرمتيني من ابني وخدته مني وطلعته بايظ زيك يا موبوء؟ نعم. كويس يا ابني، انا كده مش عارف اعمل وصيه. 3. يا حلاوه الثالثة، ان يعيش الاستاذ المبجل جاد الرب عبد المولي اللي هو اني في الفيلا لمده 40 نهار هو وجماعته، مستحميين، نائمين، اكلين، شاربين، متهنيين. واني وان يراقب سليم ورشدي كظلهم، واني اؤمنه على الوصيه امام الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ويكون في علمكم فات من 40 نهار 10 دقايق. اللهم اني بلغت، اللهم فشل. ما تسمعني حاجه بدل ما انت واقف كده. تحب تسمعوا ايه؟ دلع عيني دلع، اخويا عملها وخلع. ما سويتش حاجه، ما انت كل خدت كل حاجه. هو اخويا من رب المعيز انا كمان؟ ما تاخذنيش يابا لحد رشدي، ده الجماعه بتوعي. ايه المعيز اللي بيقولوا عليه؟ ايه المعيز؟ ايه الشيء الغريب ده يا مستر؟ يا ابني ما دي الجماعه بتوعي. وشغاله فايبريشن كده ليه؟ مالك يا حاجه؟ ربنا يشفيك شر المرض السليم بيه. انا كده عفريت اسمه ميسي. عفريت اسمه ميسي؟
وانت ايه اللي وداك الدوري الاسباني يا شاب؟ بتتصرف يا جاد الرب؟ عايز تعمل ايه يا اسلام خالد؟ اتصرف ولا ابعت اجيب كاكا يطلعه من عليه. لا بلاش كاكا، خليه يا زيدان. على رايك كاكا ممكن يزروط الدنيا. هنادي؟ هنادي على مين؟ هنادي؟ ما تنادي يا عم وخلصنا. يا زياده فاروق دي مرضي واسمها هنادي. طب خليك مع مرضك يا استاذ جاد. هي دي هنادي؟ هي دي هنادي؟ لا يا ميسي، ميسي ما تحترم نفسك يا ميسي. ابعد يا ميسي، مسكت يا ميسي. ابعد ليه؟ سيدي يلعب براحته عشان يعرف يسجل. ميسي جاب جول. يبقى بوسه. ولا اقتله عليا الطلاق يا ست. تقتل مين يابا؟ انت عارف تمنه كام ميسي ده؟ لحظه، هو مش ميسي ده بيلعب مع برشلونه؟ لا، ما هو ساب برشلونه وبقى يلعب مع هنادي. ده ايه الوعي السودا دي؟ اجيب له بقى انا منين واحده محترمه؟ لا وايه؟ ما اتلمستش. هو في واحده ما اتلمستش؟ في واحده ما اتلمستش؟ يا نهار اسود، ده انا اشرف واحده عرفتها في حياتي كانت مصاحبه 12 قبلي. متلمستش. انت مركز في ايه؟ ما تفكر معاي. والتفكير ده ببلاش. يا نهار اسود، انت بتساوم ابنك يا رشدي؟ بتبتزني؟ كانش العشم عمك عشم مات، انت ما حضرتش العزا بتاعه. ده انا ما كنتش اعرف انك مات دي قوي كده. عشان حمار مش واخد بالك. ده انا حتى معروف بين الناس كلها ان انا مادي وبتاع مصلحتي وبس. اسأل يا اخي، اسأل حيقولولك. انجز، عندك استعداد ترفع تمن الحل اللي حقولهولك ولا ارجع اكمل الجيم بتاعي؟ يا ساتر يا ساتر، عايز كام؟ نص الثروه. نعم يا المحطه. ييجي بدبح له البطه. ييجي لا قولي يا بنت هنادي، لما ميسي ده بيركبك يعني بتحس بايه؟ بنبص بسطي. ضربة الدم لما تعطشرك انت وامك. ايوه ده في الترع بتاعت مصر. ترع ايه يا بنتي يا هبل؟ ده بزين، بزين يا فلاح. بس خلي بالك من الكرار، بيعمل ايه؟ هي الترع دي غويطة يا جات. يا بيه، عم عم فراشة، ازاي حلورة دي؟ واو، رز قوي الفراشة دي. بس محتاجة تغيير صوت. بعدين، بعدين. جوزة واحد منتهي الصلاحية. حلاوتك يا رياف وحلاوتي اللي بيجي منك. بعدين بعدين. استر نفسك يا ليلة البخت. جرايا يا برشدي. البيت له حرمة، دخل عليا كذا أحمد إيه. جرالك إيه يا أخويا؟ دي ترعة أخويا. من سبعية ربنا ما اصطدت الشبارة. شبارة؟ ما البولطية دي تبقى إيه؟ يا فضحتي، يا فضحتي، يا فضحتي، يا فضحتي، يا فضحتي. واو. استر نفسك يا بيه. مراتك نتايه عالي يا جاي. عالي العالي. ايه؟ كرايه! اختطي يا بنت الطرفه وتديني حاجه مهمه. كرايه يا بنت! كرايه يا جدع! في ايه؟ في ايه؟ خليك اصبر. يعني اصبر دي يا بروش؟ يعني اصبر علينا شويه. الله دي عالي. عالي العالي. هوبا 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 ايه بقى؟ بقول لك ايه يا جدع؟ بص الجهادي، بص الجهادي يا بروش، بص الجهادي. بقول لك ايه؟ من الاخر كده احنا لقينا بنت الحلال يا استاذ جاد. ومال يا اخوي؟ هوبا سيب العنوان وانا بحصلكم. بقول لك ايه يا بروش؟ سايق عليك النبي تخفى من قدامي عشان العفاريت بتتنطط قدام عيني. يلا اخفى. مش هبه. طب ادينا هبه واحده. مفيش هبه يا برشدي. يا شيطان الشيطان عليكم. بنتي هنادي، هنادي انت رحت فين يا ليله البخت؟ هنادي هندور لك عليها بقى. هبه يا برشدي عشان خاطر ربنا. سيبني يا برشدي. بنتي هنادي، هنادي هبني. هنادي خرادي، انت كنت فين يا بيه؟ انت مش قلت لي اختصي وما تدبيش الا لما اقول لك. بضيع يا هنادي. ايه 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 ده؟ ما فيش. حاضر حاضر. فين فيكوا سليم؟ سليم اهو اهو، سليم اهو. فين سليم؟ فين سليم؟ انت سليم. انا سليم. وريني بطاقتك. هو ده سليم. انا سليم. اتفضل نعدي. اتفضل. حاضر.
هو انت معروف كده ولا ايه؟ ربنا براتي انت اللي معروف ازعني. اهو الولد ده مش معانا سعادة البيت، يا ريت تسيبوا عليه الكلاب وتخلصونا منه. ما ينفعش، لازم يدخل ويشوف العروسة بعينه. يا شباب الشباب كل ده حراسة على باب، دي أكتر من الحراسة اللي حدانا في المركز اللي بتزورنا. افتكرت، والله فكرتني، ده باين إنه معانا، بس أصل الذاكرة عندي اتهزت من ساعة الخضر. سيبوه. يا بروتي، ازاي عليك يا بروتي؟ يا بروتي. يا عم أنا يشرفني إن أنا أطلب إيد بنت حضرتك. واحنا علو باشا مستعدين لكل الطلبات. الحياة يا جماعة انتوا يعني يا سبحان الله، والله يا سعادة الباشا ومالك عليا حلفان، أنا طول السكة برحب في الجوز دولي وبقول لهم على نفس الكلام اللي سعادتك ما قلتوش. قلت لهم يا اخواني انتوا فين والباشا في ايه؟ هي العين تعلى على الحاجب. مالك يالا؟ الله في ايه يا جهاد؟ الله الشيء اللي انتوا جايبينه معاكم دوت بيقول كلام مظبوط. تشكر يا سعادة الباشا. علو باشا برضو ناس مش قليلين. انا واعوذ بالله من كلمه انا من كبار رجال الصناعه في مصر العربيه المتحده. العربيه المتحده؟ ما تتنفخش قوي كده، ما المصنع واقف. هو ما يعرفش حاجه. بس انا على حسب معلوماتي ان سليم ابنك عاطل وصايع وطول النهار بيجري ورا البنات ومقضي الليل كله لغايه الصبح في السهر في الديسكوهات والكباريهات. لا حرام، الظلم حرام. ان جيت للحق والحق يتقال يعني ابوه بقى اسمه قال عنهم مراحل. اتحرس يا حيوان. الله يا عم دي كلها اشاعات مغرضه. ربنا يقلي بختك يا سليم، انت عايز تقول ان الباشا بيقول اي كلام وما بيفهمش حاجه؟ ده انت ناقص طول النهار ابو سنطاح. في ايه يا ابن الورد؟ انا ما زلت مصر ان الشيء اللي انتوا جايبينه معاكم دوت بيقول كلام مظبوط. بس يا بابا انا خلاص يا بنت. انا اسف يا جماعه، طلبكم مرفوض. انا بنتي مثال الشرف والعفه والطهاره، اجوزها لواحد زيك؟ لا. ربنا يصلح حالك ويوفقك في اللي انت بتقوله. وانت يا مدام اسمعي كلام ابوك وما تخرجيش عن طوعه. الله كده. طب ايه رايك بقى ان بنتك مقفوشه معايا في عربيه قبل كده؟ اخلص. قول له على الشقه. وفي شقه مقفوشه. بقول لك اخلص. ما تاخذنيش يا سعاده الباشا، انت اللي تخرص وتحط في بقك بلغه كمان. اه لان من ناحيه مقفوشه ده ايه مقفوش والدليل معايا. اه الدليل اهو، اتفرج يا باروش. شوف شوف صوره البنت مع الواد اللي اسمه تامر حسن العاطفي دي، عاملين مع بعض فيديو بليب. يا نهار اسود ده بليب وزداني. اتفرج وحمص يخرب. خد سليه سليه. اتفرج يا بروجي. سليه يا فاكر يا مكرمه. لا 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 عيب. لا 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 بنتي لو غلطت نقفل الباب علينا ونربيها وما نحشرش منجز زي ده في وسطينا. انا لازم اقتلها وانا ما عنديش مانع. امسك دي وشرف امي اللي قتلها. وشرف امي اللي قتلها. يا مصطفى يا جماعه العب بس ما يطلعوش من هنا. هاتوا الكلاب. كلاب كلاب لا انا بغرضك يا مولاي. يا مخرفك وين انا بغرضك يا بس. يبقى كده يا سجان زي ما بتقول الناس مفيش بنت ما اتلمستش. امال اللي بتقوله ده يا بيه؟ ما انت قدام اهو، كان حد لمسك غير يعني ولا كان حد لمسك غير؟ يا دي الهيبه، ده انت اللمسه الاولى والاخيره يا جاد. اه يا نادي اه اه يا نادي اه ده انا بدقش يا بيه. لقيت دي وجعاني قوي قوي. يبقى هتطول يا جاد. اطول ايه بس يا نادي؟ ده انا واخد علقه موت على الطلاق بين التلاته منك. علقه بياخدها حرامي في مولد. اه ما تيجي نريح شويه يا جاد. ايه حبكت يا نادي؟ يعني انت ما بتطلبوش الحكايه دي غير وانا في اسوأ حالتي جاد؟ ايه نفسي اخلف عيل منك واسميه محسب. محسب بس لما يبقى ليكي غلط في حاجه زي دي وعايزه جاد يخلف لازم تديني فكره قبلها باسبوعين ثلاثه. هما ثلاث دقايق وهوريك. موسيقى
مضروب ومتدغدغ. خلي عندك شويه سنس. يعني ايه سنس يا جاي؟ ربنا يكفيك شر المرض، ده عامل زي القلب اللي بيطلع فقع الريق، يعني ما بتشميش يا بيه. يا عبد الحليم وحدي؟ سوري ولا حسيت بيك ولا يهمك يا حبيبي. انا المهم عندي ان انت تحسي بنفسك قبل الاوان ما يفوت. انت بترمي كلام من تحت لتحت يا بابا. يا بنتي لو فضلت مستنيه فارس الاحلام اللي هيغني تحت شباكك او ياخدك على الحصان الابيض ويطير ولا عمرك هتتجوزي. كده بقى وضحت الرؤيه. هو هاني ابن عمتي كلمك من امريكا النهارده؟ كلمني ولسه عنده امل. لو سمحت يا بابا لما هاني يكلمك تاني سلمي عليه وقول له ريح نفسه. يعني برضه مفيش فايده؟ ماشي يا بنتي براحتك وعيشي مع عبد الحليم. لكن احنا مكتوب لنا نشوف بعض تاني ونعرف بعض اكتر واكتر. صلاح انا عايزه اقول لك حاجات كتير بس سيب اللي في ايدك ده وتعالى خد فمين معايا. الله يا ربنا يقل لي بختك اكتر ما هو مقلول. عايزه تفضحني يا هنادي؟ يقولوا عليا ايه؟ ازيك يا بلا عمدي؟ حصلت لنا البركه يا بهوات. قلت له نفسك يا قليل الدخل. ديك غلطت مص؟ لسه مصين زعزوع. ايه يا جاد؟ بقى فيلا سليم باشا اخويا. تبقى كفر محمد ابو سويلم يا جاد. ايه ده؟ وبطي كمان؟ بطت خيرك جوزين بط بكيني تاكلوا حاجه. البكيني بيتلبس ما بيتاكلش يا ولا عمدي. ما كنت جبت لك كمان معزتين يسرحوا وراك في الجنينه يا شيخ الغاط او جاموسه. انتوا بتنقوزوا عليا يا بهوات ومال معزتين يا بروش دي؟ طب شوف انت اللي ادلعت ابنك معزه واحده ترضى بيه ويكون في علمكم انتوا الجوز فات من المولى اسبوع. مبسوط يا فالح؟ بيقول لك فات اسبوع يعني كفر محمد ابو سويلة هيطر من الجنينة. على عموما لقيتها خلاص. يا الله في ايه؟ في ايه؟ بيدها تحية الضيف بس لطاف والله. خد لك خمسة منهم وانت ماشي يا اخويا. انزل يا رشدي. يا كبيرة نازلة من السقف ولا ايه؟ شوف كده يكون فاكهة باظت فيها فعلا. ما تقلقش يا رشدي ده العيشة وقعت علينا كلها تلخبط. بطلت ايه؟ انا بقول يلا نلحق صلاة الظهر. ما تستنى ما نشوف الراجل ده يمكن نصلي عليه بالمرة. يبقى فرصة روح اطلب وارجع يا شباب. لا استنى مش جايز يحدفوا علينا سيجارتين بنجر. صباح الفل يا ابني. صباح الخير يا فرق النيل. نورت المكان يا ابن الاصول. الله يخليك يا بنت الاصول. اتفضلوا جودو. ومين اللي جنبك ده يا ابن الاصول؟ انا ابقى الاصول نفسها. مساء الخير. بشربها على جوزك. نورت البلد يا ابو العريس. بلد منوره باهلها. امال فين العروسه؟ واحنا مش هنشوفها. هتشوفها يوم الدخله ان شاء الله. طريه يا سيادتك. طب لا مؤاخذه يا عريس، قانونا لازم العريس يشوف عروسته، واللي اهم من ده بقى اللي انا اشوفه عايز. ومين اللي فط زي الوطواط ده؟ ده محامي العائله واللي هيشهد معايا على الجوزه، قصدي الجوازه. وجوده معانا ضروري يا كبيره. بقول لك ايه يا حاج، خلينا نشوف العروسه وهو بيفرح. انت بقى
يلا. خلاص يا ولد، مجلس العيلة وافق تشوف العروسة. هاتوا العروسة. ايه دي اللي وقعت منهم؟ مين دي؟ العروسة. لا احنا عايزين واحدة ما اتلمستش مش ما بلغتش. احنا سلو بلدنا نسطر البنات الصغار. بس مش قوي كده ولا ايه؟ وانا انكشفت عليك يبقى لازم انت سطرني. باي عليك وعلى اللي خلفوك. هتسطرها ولا مش هتسطرها؟ اذا كان ربنا امر بالستر هعترض انا. الف بركة يا حبيب اخوك. الله يبارك فيك. صبرت ونولت. لا ده انت صغرت ونولت. وبعدين يا رشدي بص يا ابني،
بالاخر كده انت حلك الوحيد عند امك. امي؟ ليه بقى؟ امك دكتوره محترمه، واكيد البنات اللي حواليها محترمات وينطبق عليهم المواصفات اللي طالبها عمك دي. وما تنساش يا سليم ان فات 10 ايام من الوصيه، يعني فلوس قربت تروح. انت هتهرج يا رشدي، ما هي ماما عارفه ان انا متنيل صايع وضايع. لا 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 مش كده، انت كمان هتخش عليها بقى في سكه ايه؟ في سكه الاخلاق والتوبه. هتصدقك؟ ايوه ايوه، مهما كان دي امك ويهمها مصلحتك، الله، وفي الاخر الخير هيعم على الكل. طب وجاد بتعالي؟ اه ده سيبهولي انا، انا هظبطهولك واظبط هنادي. يعني انت بجد عايز تتغير؟ هيتغير يا طنط وهيبقى بيس. اخرس انت. ماشي، على فكره يا طنط شخصيتك قويه جدا. هتغير وهكون انسان جديد. وايه؟ انا قلت اخرس انت. ماشي، بس يا طنط شخصيتك قويه جدا. يعني هتسمع كلامي في كل حاجه؟ كل حاجه. اي حاجه اقولها؟ اي حاجه. طب يلا بينا نجري. نجري؟ جري ايه؟ انا مش بتاع جري. يلا. ماما قالت لازم نجري. يبقى لازم لازم نجري. وايه؟ انا قلت لك اخلص. هتيجي تعيش معايا؟ زي الفل. انا بقفل الباب الساعة 10. ده انا بنزل 11. هتصحى الساعة 7 الصبح. ده انا بنام 8. ليه يا طنط؟ هو انت هتشغليه لم الزبالة؟ اخرس انت. ماشي. تفطر وتيجي على النادي. تجري ساعة، تعوم ساعة، تلعب سكواش ساعة، تخش الساونا ساعة. وانا هخش الاولمبياد ان شاء الله يا ماما. وتقطع علاقتك بكل البنات اللي تعرفها. سيبيلي 8 والنبي. هتقطع علاقتك بكل البنات اللي تعرفها. حاضر هقطع، بس اقفي هموت هموت. وصاحبك ده اللي اسمه جو، يا اما يتغير يا اما. الله، هو راح فين؟ الظاهر والله اعلم ان جاله هبوط اضطراري. أموت أنا محتاجين العراية المنكزة. هي طنط مبادئ لسه بتجري؟ مبادئ يا عبد الصمد؟ على فكرة أمك دي شخصيتها قوية قوي. معك حشيش؟ في الشراب بدل ما نعرف. شيرين. هاي يا دكتورة سوسن. ازيك يا حبيبتي؟ أنا كويسة. أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. سليم ابني. وانا جو صاحبه. اخرس. على فكره شيرين طنط دي شخصيتها قويه قوي. شيرين تلمستي وانا سعيده ان انا بدرس لها. ده انا اللي سعيد اني هتعرف عليكي. مالك حبيبي؟ مش عارف. عن اذن حضرتك هروح اخد شاور عشان لسه مخلصه تمرين. اتفضلي. جود لك. جامده قوي. نعم. انت ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟ شيرين دي غير كل البنات اللي انت عرفتهم. انا ماشي عشان عندي مواعيد. عايز حاجه؟ متشكر يا ماما، خدي بالك انت من نفسك. حاضر يا حبيبي. ايه يا مستعبر؟ انت هنا بتعمل ايه؟ لا ده انا قلت اشوفك لو عايزه حاجه كده ولا كده. تصدق انك قليل ادب. انا ده انا سافر. في ايه؟ انا بقيت منطشة ولا ايه؟ ايه اللي انت عملته مع شيرين ده؟ انا ما عملتش حاجه. يظهر اني كنت غلطانه لما صدقت انك هتتصلح بجد. للاسف طلعت نسخه كوبي من ابوك. يا ماما ده سوء تفاهم عادي. يلا لم هدومك وروح عالم ابوك الموبوء. انت بتطرديني يا ماما عشان خاطر واحده شهر. اوعى اوعى تنطق كلمه عنها. شيرين دي نزمتها برقبة مليون شاب زيك، على الأقل في يوم من الأيام هتبقى أم محترمة تربي أجيال، لكن اللي زيك أنت آخرته إيه؟ ده كفاية بقى يا ماما الأوهام اللي أنت عايشة فيها دي، ما تنزلي أي ديسكو تشوفي البنات عاملين إزاي، الفساد بقى على كل لون يا دكتورة. ما هو الفاسد بيدور على الفاسد اللي زيه، والمنحرف اللي زيك بيبقى زي كلب، بيدور على كلبة يرمي بلاويه عليها. الحشيش ده شكله جامد قوي. عيب عليك يا تايجر، ده انا جايبه من فوق سور مجرى العيون نفسه. ما انا حاسس ان انا حقق برضه. طب امسك نفسك يا سليم. ابوك.
حلو الحطب ده قوي. ركبوني معاك. تعالى تعالى يا عم. اجري 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 واديني يا مصلي وصلي يا مصلي تحبيب الروح مستني. الله خد ولع خد ولع لسه طبيعي. يا مرتي يا مرتي ده عليك حبيبك النبي انقذني من العار والفضيحه. ايه ده مالك العفريت راكب يا نادي يا نادي مرتي. يا بروش مش عارف اعمل ايه قاعد الرب مش عارف يعمل ايه يا بروش دي. انا هعمل لك اي اي ما تسترجل شويه. ايه اي 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 مسترجل انا صوتي صوتك هنادي هنادي. انت بتعمل ايه هنا يا بنت الصرا بتعمل ايه ولا اتكلم ايه؟ الظاهر ان ميسي ابتدى يلعب تاني. شكله بيلعب في النهائي وهترسي على ضربات جزاء. ما تظبط يا نادي فضحتني. اشوف فيك يوم يا ميسي إذا إيه يا رب أشوفك عريان بلبوط والعيال بتعيلك بالطوب وتتفضح فضيعة القطط في السوق. ماشي يا ميسي إذا إيه يا رب ألاقيك بتلعب في مركز الشباب بني. ميسي هل تسمعني؟ ميسي بس يا عم الحاج ده الناس خليتها السبت والحاج وأنا غبت ما وردتش على حد. يعني كأنك أنت يا ميسي ماليش غير هنادي الغلباني. طب اطلع للراجل ماشي والله العظيم لو عفريت من دار عفريت تظهر لي. اظهر لي يا ميسي يا ابني مو ميسي. أي أوه وبتناولني التاني. أوي يا بويا ده بيضرب تحت العزم يا برشدي. أنا فوخي أوي. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مش نايف أنا أجيب له خابور ولا إيه؟ خابور إيه بس يا تايجر وسهل يا فرعون. اصحى يا دي يا ابن النيل فشلت برضه. لو سألتك أنت مصري تقول لي إيه؟ قول لي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليك. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. أنا مصري وأبويا مصري بضماري ولوني مصري وكل مصر الله عليك الله عليك. شفت يا جد ميسي واللي عامله فيك؟ ما أنا عشان كده ما أقدرش أقول له لأ ده قادر ومتسلط. لأ وإيه؟ ميسي ده حريف 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 وعلى قلبه فلوس قد كده. والعمل يا برشدي شو علي؟ طمني يا حبيبي بعون الله انا هطلع ميسي ده من على كتتك. هتطلعه ازاي يا رشدي بايه؟ باي طريقه يا اخي ان شاء الله حتى ابوس دماغه. وان ما طلعش يا رشدي بايه؟ في الحاله دي بقى احطر ابوسه من بوق. ابوسك انا من بوقك يا رشدي بايه؟ هتطلع العفريت ازاي؟ هعمل لها زار حيي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 ي
gotta get that boom boom boom, that boom boom boom. ايه اللي خلي دي كلها راكبها عفريته ملوش دي؟ امال ايه؟ هو ميسي ده شويه ويا ريت ميسي لوحده. لا ده ميسي ورونالدو وسيد معوض. يوه يعني تظهر بجد يا ملوش دي؟ امال هزار؟ ايوه صار بجد. يا شتشل تعليك يا مصر وعلى عفريتك. تعالوا ورايا انا جاي اهو. ده بقى يا سيدي جو الكوديا بتاع الزهر. الله هاي انكل. جاهز يا جو؟ جاهز طبعا. هاي جاهز. ازيك يا جو؟ عامل ايه؟ بقول الكرة دي بتاعت ميسي. ميسي؟ ايه 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 انت هتغنوه ده احنا بالرضيب. الا مستر مروش بقى. الله اصبر بس اسمع. الكرة دي معمول عليها عمل اسود ومرشوش عليها شوية جوز الهند وسمسم. عمل سفل ده مروش دي؟ ما يعني حلوي. الكرة دي عامل بيها ايه؟ دي هتنطقها على راسك 10 مرات. 10 مرات يا مروش دي؟ مش اقل من كده. ميسي هيشوفها هيغير هيروح خارج من جسم هناني وراشق في جسمك انت. بخت يا بروش دي بخت عشان اخد بطولات. لا بالمسايسه اقول لك سيب لي ميسي وماله وسيب لي هناني. لا وانا يا بروش دي ما لزمكش في حاجه. لا انت هتلبخني وماله. بس انا مش فاهم حاجه يا بروش دي. طب يلا ابتدي. يلا استني بقى لما اجهز. اجهز ما تقلع البنطلون. اصبر يا بروش دي. الله كراهي يا بروش دي. مفيش تخوف ولا حاجه. هشغلوا مزيكا اجنبي. هطلعوا مثل مزيكا اجنبي. هو ده الاحتراف يا جاد. اقول لك غير له مزيكا يا جو. حبيبي يا قوي. يلا هو ده الكلام يا بروش دي.
يلا يا ميسي اطلع يا ميسي سامعني يا ميسي اطلع ده انا جايب لك عقد نادي بايع بيه ارفع يا ميسي وانا اجيب لك كاس العالم اوعى ما تطلعش يا مرشدي لسه بس هيطلع اطلع بقى اطلع يا ميسي ما تطلع يا ميسي يا ميسي لو فين انتوا بتتضرب يوم اضربها بايدي طب اطلع يا مبروك يا جاد طب يا ملكتها برشدي لا هنادي ماتت سليم سليم انت بتعمل ايه هنا انا جاي اشوفك واسلم عليك جاي برضه تشوفني ولا جاي تشوف شيرين لا جاي اشوف شيرين هي فين اذا كنت فعلا معجب بيها وناوي تتغير روح كلمها بنفسك وحاول تقنعها بيك هي فين في النادي يلا تعبيط يلا ايه يا بيه كده طب انا بقى هوريكم انت شيرين نعم انا بودي لو سمحت اصحابي قالوا لي انك صعبه قلت لهم مش على بودي ايوه على طب اصحابك ما قالولكش ان اللي عكس الاموره القطر بيدوسه مؤدبه وهتتعبنا اه كده بقى يا قطر هم اخويا وانت لسه شفت حاجه من القطر انا هبهدلك تعالى تعالى قول انا مش راجل بسيط انا مش راجل علي صوتك يا انا مش راجل اهم حاجه لف بقى كده شيرين شيرين في حاجه انا اسف ممكن نقعد نتكلم شويه مع بعض ما تخافيش مش هاكلك انا ما بخافش يبقى نشرب حاجه انا موافقه على كل اللي انت بتقوله ومؤمنه بالصداقه لابعد حد بس الاصحاب لازم يكونوا شبه بعض وانا وانت مختلفين في كل حاجه شوفي يا شيرين ان الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه والود جاي جاي وانت اكيد عارفه ان البحر بيجوع وطول ما انت زمار وانا طبال هتجمعنا الموالي انت ايه رايك بقى في الكلام ده انا مش فاهمه اي حاجه ولا انا شيرين انا معجب بيكي انا مش عارفه اقول لك ايه بس ازاي ارتبط بحد معرفش عنه اي حاجه ايه اللي انت عايزه تعرفيه عني قوي كده يعني مثلا تحب تسمع مين من المطربين بسمع مين يعني هو ده السؤال اللي هيحدد لك قوي يعني بعرور مين ايه في ايه مال بعرور هو بعرور وحش اصلي بحب عبد الحليم عبد الحليم مين عبد الحليم حافظ عبد الحليم حافظ ده حنين للماضي بقى ضحكة تاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية في حاجة حبيبي؟ ما تركز معايا شوية حاضر حاضر يا سيدي نعم خير اها شيرين طلعت بتحب عبد الحليم وعايشه في زمن الرومانسيه وجو غريب قوي طب وبعدين انت مش لما قابلت ماما كان حبكم كده شبه زمانكم اه طب ما تحكي لي كان ايه الجو اه احكي لي يا رشدي وهلا احكي واد يا ستيم عيد الله احكي امك دي كانت حته لحمه تتاكل نيه كانت مزه كنت انام واقوم وانا بحلم ابص الاقيها نايمه على الوساده الخاليه اللي جنبي قعدت احب فيها 3 سنين من غير ما اقول لها ولما قررت اقول لها راحت لدعاني بالقلم اتجوزتها ولما انت بتحبها قوي كده خنتها ليه يا رشدي علشان ترفس تلاقيه عمره ما شافك لابسه له قميص نومش بتشي ولا حاجه فقال يشوفه بره بس يا ولد انا برضو فكرت في كده وقلت برضو جايز لان عمره ما شافني انثى كده بس هو كان لازم يلفت نظري لده او يطلبه مني اطلب ايه يا ابني انا كنت بخاف من رد فعلها تصدق يا سليم كنت انا اكلمها عن الحب ترد عليا بعلم الاجتماع والفلسفه امك كانت بتحب ابن خلدون اكتر مني ابن خلدون ايوه
ولما زعلت معاه مشيت مع ابن سينا. يا نهار اسود، وده ينفع؟ ده اللي حصل، ده اللي حصل. هي كانت رومانسيه ما اقدرش انكر، بس عيبها انها كانت صامته ما بتعرفش تعبر. انا ما سكتش، حاولت معاها، حاولت احلحها بالاغاني. هو ده كنت بتكلمها باغاني عبد الحليم؟ لا، باغاني احمد عدويه. قلت لها صح تضحي بابوه، ادي الواد لابوه، ما صدقت راحت رمياك في وشي. صح تضحي بابوه، ليها حق تخلع. ولا يا سليم، عارف مين اللي ممكن يظبطك في الحكايه دي؟ مين؟ عبد الرحيم ابو ناهي، سكرتير عمك. ما تستغربش، عمك زرع فيه حب عبد الحليم حافظ، واكيد الراجل ده حافظ كل اغانيه. فكرني بقى تاني هنعمل ايه لحسن نسيت كل حاجه. الله، ما احنا اتفقنا لما كان عبد السلام النابلسي وعبد الحليم حافظ مع بعض، عبد السلام راح مكلم النابلسي، عبد الحليم ردد عليه على طول. على خيره الله، يلا دوق. وشربت حجرين عشيشه مع دودو السبع ويشه. غناها في قرنب شبرا، بس حلوه تصدق. ايه اللي بتقوله ده؟ ده انا عبد الحليم وانا غنى في شبرا. ده مش عبد الحليم. لا، مش عبد الحليم ولا غنى في شبرا. وانا غنى في شبرا. غنى فين؟ هيغني دلوقتي. حجر التفاحة ده تقدم قوي، تصدق كارف معايا كريز؟ كارف معاك ايه؟ كباب حل. كباب حل يا ابن المساجيح. التركات اللي انت بلعه ده عملت ايه في موضوع جاهز؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. عملت ايه في موضوع جاهز؟ قال لي جاي وراك، ما عرفش ايه اللي هاخره. ازيك يا برشدي؟ استنى يا ابني، بنطلب جاهز. اطلبه وشوفه اتاخر ليه. اهو جرس. خليك وراه. اهو. الو الو. ها رد. الو. اقعد في حته فيها شبكه، شكله راكب المترو. اشتمه عشان اتاخر عليه. اشتم. انت فين يا ابني؟ مين؟ انا قصادك اهو. يعمل بصر. الله، ده جدع اهو. انجز يا ابني، ده فيديو كول. كمل بس عشان الرصيد. يا نهار. ايوه يا جاد. يا جدع انت ناولني البتاع اللي في ايدك دي. اهو امسك. الو. ايه الريحه الحلوه دي يا بروجي؟ بخور. صنفه ايه؟ بخور. وانت لا مؤاخذه يعني يا بروجي بتشرب البخور ليه؟ اصلي محسود. ربنا يكفيك شر المرض يا بروجي. لو اني حكمني البت هلادي مطلعه على جتيت البلد ازرق. اللي بروش دلوقتي عشان يشرب معاك البخور ده كل يوم والتاني يعني يعمل ايه؟ بسيط، تطلع مستخرج رسمي من شهاده ميلادك وتجيب صورتين بخلفيه بيضة. خلفيه بيضة ودفتر بفرق. على فكره انا مش مقتنع بوجهه نظرك انت واخويا سليم ان الزمن ده فيه بنت لسه ما اتلمستش. لا، فيه يا حبيب اخو. عندك هناتي مراتي مثلا، محدش لمسها. انت
تقدر تقول لي ميولها وطموحاتها ايه في الحياه؟ يا جدع خضتني. ده هنادي دي بنت غلبانه عايزه تخلف عيل شبهي وتسميه محسن. محسن يا نهار ابيض محسن. شفت مش قلت لك اهو اللي حسبته لقيته. قلت لك ايه قبل ما يخش؟ محسن. يا ابني يا بر ايه هتموت ولا ايه؟ يعني ايه يا برامج دي؟ ولا حاجه. يعني حاجه من اتنين، يا اما مراتك عندها حب قديم اسمه محسب، يا اما عندها حب قديم اسمه محسب. يعني ايه يا رشدي؟ هي هنادي دي منين؟ من صنباط. يا نهار ابيض سمتك. قلت لك ايه قبل ما يجي؟ من صنباط يا معلم. من صنباط يا معلم. يا جدع انت اكتم. يا جدع عايز اتكلم مع ابويا رشدي. يا اما مراتك كانت رقاصه قديمه، يا اما مراتك كانت رقاصه قديمه، وفي الحالتين ما تزعلش مني. يا اما كانت رقاصه جديده، ودي الحاله الثالثه، وبرضه ما تزعلش منه. يا شتاتي يا شتاتي الشتات الشتات يا برشدي. شتاتي الشتوت يا نادي. والله ما انا عدت. انت يا بيه مين محبك بيه؟ انت يا بيه اسم من الاسامي ايه؟ تكون عمر الشريف في الساعه في النيل. انت يا بنت نفسك انت دمرت نفسي. خلاص حقول. انت ما حسبت كان مهنا وقت الفرقه خلص وبيسرح معانا في الافراح. افراح؟ خالتي غزية دي؟ ايوه ايوه كانت غزية من صفات وعشت معاها 30 في البندر وهممتني الرقص لحد ما طب علينا ابويا فجأة وكشف المستخبي وهربت خالتي مع المغنواتي. يا حلاوتك يا اختي، يا حلاوتك وحلاوه ابوك. كانك ضحكت عليا انت وابوك يا هنادي يا خرابي. وانا اللي كنت فاكرك بتراسلني لوحدي. انت ليك بتراسل عن من الشعب. بس ما حدش لمسني وانت واخدني بنت بنوت يا جاد ولا نسيت؟ وليش عرفني يا اختي؟ ليش عرفني؟ يا فضحتك يا جاد يا شتات الشتات. لو حد عرف في البلد اللي انت غدية. اهدى اهدى يا راجل. في حد هتضيع نفسك عشان غزيه؟ يا جدع انت مالكش كلام معايا. انا كان مع ابويا رشدي. استوري الحته دي والحته دي وسيبيني اللي في النص هدعيلها انا بس. قلت يلا اطلع. اوعى يا جدع انت. لا يا ابو رشدي مش كفايه عليا ميسي يا ابني يا جاد. اللي اتكسر يتصلح. يتصلح ازاي يا ابو رشدي؟ خليك رويح. يعني ايه رويح دي يا ابو رشدي؟ يعني خلي روحك رياضيه وفوت وكل بصل كتير عشان تقدر تفوت وخليك رويح. الله امال. وقف جنب اي حيطه واسند ظهرك وقول هرد لك يا جاد. هرد لك يا جاد وخليك رويح. ورويح وفوت. يا شيطان الشيطان يا بلوشتي يا حزن الحزن. ده ما فيش صريخ ابن يومين عن كبر. يعني الواحد لو اذى مش هيلاقي حد ينجده. لا في واحد هناك اهو ما اروح له. يا شتاتي يا شتاتي يا خسرتك يا جاد يا خسرتك في الموت. بس اعمل ايه؟ لازم انا اموت نفسي؟ لازم انا ازح في النيل؟ بس قول لاهل البلد ايه؟ مرجت غزية مرجت غزية. تلاقي المية برصراصة الوقتي يابا. اي الخدمة يا اخ. ساعدني يا خال. عاوز مني ايه؟ عايز انتحر. يلا نط. ترى ايه يا جدع؟ مفيش ايه ده؟ ارجع اللي في دماغك. واقول لك ليه؟ اذا كنت هنط وراه. الله انت مرضك كمان طلعت غزية. انت عرفت؟ دي بقت مشهورة مشهورة. خلاص يا عم الحاج، حاج مننا شعب يحب النكد قد عينيه. يجي العيد نروح العرافة. حرام عليك كفاية ما تعذبنيش. حتى لو ضحكنا نقعد نعيط ونقول خير لما قالوا خير. حرام عليك ما تيأسنيش يابا. حتى الأم يوم فرح بنتها تقعد تعيط وكأنها ماتت وتقول لك دي دموع الفرح. حرام عليك حرام عليك يأسني في حياتي. يلا يلا نط سوا. طب نط انت وانا هحصلك. الله. طب مين اللي على الشباك لك؟ مين اللي على الشباك؟ يا سيدي انا هساعد نفسي بنفسي. توكل على الله انت بس. يلا توكل على الله. استاذ انت حصلني. ياح ياح. الله ده ازح بصحيح. الهي ربنا ايه اللي باختك؟ طب ازح وراه ولا اطلع عايز؟ ده في الحلم اللي ساعات جت حتى الواحد لو غرق الى حد من جده.
شتتي يا شتتي، شتت عليك يا نيل، كل الخلق بتقدح فيك يا شتتي. الشتات ده بيبقلل بيبقلل، وانا عين انا عين انا عين يا سيادنا. يا روح ما وعدك روح يا اولاد، يا روح ما وعدك روح. تعالي يا جدع، انت عايز تقدح كمان بالنيل؟ ايه مرادك غادي يا شتات؟ الشتات عليك يا نادي، يا شتات الشتات عليكوا يا غوادي. إلهي ربنا يقلي بختك يا سليم. بقولك ايه؟ روحي انت. من ساعة ما عرفت يا مولانا ان مراتي غازية وانا هشان مش عارف اعمل ايه، اطلقها ولا اخليها على ذمتي واقراويح؟ راويح يا مولانا. هل بعد زواجك منها فكرت ترجع للرقص؟ ترقص تاني؟ وايمنات المصطفى كنت قتلها. بس الكذب خفى يا مولانا، ساعة
ساعات يعني كانت بترقصلي على سنان جوزها. إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولأن يهدي الله بك امرأ خير من 70 سنة عبادة. احمد ربنا يا ابني. الحمد لله وشكرنا والله. يجوز ممكن تتعب في الدنيا شوية، بس عملك ده هينفعك في الآخرة. خليها يا ابني، ربنا يجعلك من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بحبك. حقيقة قولوله بحبه بحبه من أول دقيقة. قولوله بحبه ومتوهني حبه في بحور الغريقة. بعيون جريئة بعيون جريئة. لحقت وحشك؟ ما انا لسه كنت معاك امبارح. اه لو تعرف اللي انا فيه وشو اللي غلو ابتدري. كان قلبك يسهر ليالي مع قلبي ويقول له اه. في حاجه حبيبي ولا ايه؟ تشربي ايه؟ برتقال. واحد برتقال واحد بيره. بيره؟ اه لا انا يعني غير كحول. يلا. والله العظيم وحشتيني. والكلام ده بقى قلته لكام واحدة قبل؟ كلهم. كمان بتعترف؟ أمال عايزاني أكدب عليكي؟ والله العظيم قلت لهم كلهم. بس الفرق بقى إن أي واحدة كنت بقول لها كده كانت بتيجي معايا على الفيلا على طول. على العموم أنا طول عمري مؤمنة إن الأفعال ليها صوت أقوى من الكلام. نحن رجال أفعال لا أقوال. يلا. على فين؟ هطلب إيدك من أبوكي دلوقتي. حيلك حيلك، وأنت فاكر الموضوع سهل كده؟ وإيه اللي هيصعبه بس؟ ان شاء الله لما تقابل بابا ويسالك انت يا ابني شغال ايه هترد عليه وتقول له ايه؟ هقول له. هيقول له يا عمي انا اول ما اتجوز بنتك وانفذ الوصيه هكوش على ثروه عمي كلها. ماما. ايوه ماما، لازم جوازك من شيرين يتبني على الصراحه وتقول لها على الوصيه قبل الجواز. وصيه؟ وصيه ايه اللي ماما بتقول عليها يا ستي؟ دي بتهرج انت صدقتي؟ اقول لك انا بقى يا مزبزله هاني بقى عم الجدع التلفان ده اوصله بكل ثروته. شرط اساسي انه يتجوز واحده تكون محترمه من الاخر، تكون بنت بناتي ما تلمستش قبل كده. ما تجيب حنكس ليه؟ انت كنت بتعمل كل ده علشان ثروه عمك؟ لا يا شيرين، انا عملت كل اللي انا عملته ده علشان بحب. انت مش بني ادم، مش بني ادم. شيرين شيرين كده يا استاذ. يا عم انا ناقصه. تفتكر في امل بعد البيرة ولا قبل البيرة؟ الله، شكلك حلو قوي وانت عامل زي الواحدة اللي الكب طبخها. خربتها يا اخويا وجاي تشمت. انا برضو يا جدع اللي خربتها، انا اللي داريت على مزبزيل شيرين وما قلتلهاش على موضوع الوصيه. ملعون ابو الوصيه على اليوم اللي شفتك فيه يا اخي. فلوس ايه ونيله ايه؟ انا كل اللي عاوزه دلوقتي ان شيرين تسامحني. انا بحبها يا جدع. وماله، بس يكون في علمك ناقص 10 ايام ولا 40 يوم يخلصوا يا روميو. Thank you.
ابني مالك؟ في ايه؟ انت هتفضل قاعد مكتئب كده على طول؟ خايف عليا قوي مش كده؟ ايه السؤال الاهبل ده؟ طبعا لازم اخاف عليك. ومش انت ابني الوحيد برضه؟ ولما انا ابنك الوحيد عملت فيا كده ليه؟ عملت فيك ايه يا ابني؟ خليتني اصدق ان مفيش بنت محترمه. خليتني افقد الثقه في كل البنات. هي دي اخرتها. بس الغلطه غلطتي. يا ريتني كنت سبتك لامك تربيك. الست الدكتوره بتاعت الاخلاق والمبادئ والقيم اللي اتخلت عن ابنها الوحيد. معاك حق يا ابني. انا فعلا غلطت في حقك كتير، بس اوعدك مش هسيبك الا لما ترجع لشريط. انا مش محتاج مساعده من حد. انا هبدا حياه جديده تماما وبنفسي. تطلع صح بقى تطلع غلط مش مهم. المهم انها هتبقى حياتي انا وبايدي انا. هتعمل ايه يا ابني؟ مديونير البنك هتسدد النهارده. الحمد لله. يا سلام. ومن بكره المكسب كله هيبقى ليك. يا الواحد بقى يروح يشتري 800 حشيش وقلب مستريح. اطلع بره يالا. اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره يالا. اطلع بره يالا. اطلع بره. الواد ماله قلب على ثلاجه ليه من ساعه ما ثلاجه ايه؟ ده ديب فريزر. ازيك يا عبد الصمد؟ ازيك يا بنت؟ مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. انا لفيت المصنع واتاكدت انكم فعلا اتغيرتوا بحق وحقيقي. زي ما قال لي جاد. جد؟ انت بتتجس علينا يا متر؟ ازيك يا ابو رشدي؟ هتجس عليك ايه بس؟ يا سيادنا انا من الاخر من طرف الدكتوره سوسن. جابتني واتفقت معايا ان انا بس عليكم دور المحامي عشان اساعدها ان ربنا يصلح حالكم. خليك روحي يا ابو رشدي. رويح اخيرا فهمتها. ربنا يبارك لنا فيه. بعد اذن سعادتك يا سعاده العالم. بعد اذنك يا رشدي بيه. يعني ايه؟ لا يا ابني ما انا فاهم حاجه. طب ووصيه اخويا المرحوم؟ الوصية بتقول إن سليم الكبير كتب كل ثروته لسليم الصغير. أنا مش فاهم حاجة. والشرط اللي في الوصية؟ دي فكرة جات لي أنا وعبد الرحيم سكرتير المرحوم عشان نصلح حالك وحال أبوك. جرايه يا ماما؟ أنت عاملة عليا لعبة ولا إيه؟ يا حبيبي أنا خايف على مصلحتك. خايف على مصلحتي تعملي كده؟ مش كده يا سيدي. أمال إزاي؟ الناس دي لعبت بيا ومشاعري. بس حالك اتصلح وبقيت بني آدم محترم. بس أنت من غير ما تحسي ضيعتيني. اللي اتكسر يتصلح يا ابني. يا بابا انا اللي اتكسر جوايا لا يمكن يتصلح ابدا. شيرين مسافره النهارده. الحقها يا ابني، البنت بتحبك. يا رب يلحقها. ان شاء الله هيلحقها زي ما انا لحقتك بالظبط. صدقيني يا سوسن انا بحبك قوي. وخلاص
اتغيرت ولا يمكن هبص لحد غيرك. انا اللي مش هديك فرصه تبقى لغيري، لاني عرفت ان كان لازم ابقى انثى. لازم تبقي انثى قدام جوزك حبيبك. انثى انثى بجد يا حبيبتي يا سوسن. ايه ده ايه ده؟ انت مين يا استاذ وعايز ايه؟ انا اسف يا عم، انا انت ايه؟ انا انسان فاشل جدا، عشت عمري كله بدور على حاجات تافهه عشان اعملها لحد ما قابلت بنتك وخلتني بني ادم تاني. انت كداب، وعملت كل اللي عملته ده علشان تفوت بثروه عمك وبس. انا بحبك يا شيرين، والله العظيم بحبك، وعمري ما حبيت حد كده. اطلع المطار. مين ده؟ والكلام ده قلته لكام واحدة قبل؟ بتاع تلاتة أربعة مثلا. تتجوزيني؟
حبيبين في الدنيا. مش هيطير